استهل مجلس الأمة جلسته العادية اليوم ببنود التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة والأسئلة والاستجوابات ومواصلة الخطاب الأميري وطلبات تكليف ديوان المحاسبة وطلبات المناقشة. وقد أبنى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مستهل الجلسة النائب الأسبق الدكتور يعقوب حياتي، مستذكرا إسهاماته التي أثرت العمل السياسي والقانوني، كما أبنت الحكومة الفقيد. وفي بند الرسائل الواردة وافق مجلس الأمة على 3 رسائل مدرجة على جدول أعماله، كما وافق المجلس على رسالة من وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، يطلب فيها تخصيص 2 ساعة شهريا من إحدى جلسات المجلس لمناقشة كل موضوع من الموضوعات المحددة بنص الرسالة، وهي برنامج عمل الحكومة، الأشغال، إصلاح الطرق، الرعاية السكنية، الرعاية الصحية، التعليم. وقال الوزير الحريص إن الحكومة سوف تتقدم ببرنامج عملها وإنها حريصة على الإنجاز. وأكد عدد من النواب خلال مداخلاتهم في الجلسة أهمية التفاف الشعب الكويتي حول القيادة السياسية في هذا الوضع الملتهب والمحافظة على الوحدة الوطنية. تم استكمال الخطاب الأميري وتعليق حول بعض الملاحظات التي وردت من هذا الخطاب، وكان القصد منها كلها يعني وفق القانون العمل على الإصلاحات اللي ناشد فيها سمو الأمير والقضاء على السلبيات. لكن احنا اليوم نتكلم عن لجنة الأولويات داخل مجلس الأمة، يجب أن تنظر إلى أولويات الشعب الكويتي، تنظر إلى الأهم. هناك المتقاعدين، هناك المحققين، هناك بعض الملفات الخاصة بالقطاع الخاص والأهلي إلى اليوم تم تأخيرها. يجب إعادة جدولة مرة أخرى الأولويات داخل مجلس الأمة حتى يعني يتم تلبية الشارع الكويتي ومتطلباته، بدلا من الحديث حول أمور أخرى يعني كما يقال النقاش فيها ممكن يعني يكون في أي وقت آخر. وانتقل مجلس الأمة إلى بند الاستجوابات، حيث وافق على تأجيل الاستجواب المقدم إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري بناء على طلبها وتحديد جلسة 21 يناير لمناقشته. ورفض مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني في القضية رقم 528/2019 حصر نيابة الإعلام، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 11 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 32 عضوا. وحول اتفاقية المنطقة المقسومة قال الغانم إن الحكومة ستقدم شرحا للاتفاقية في الجلسة العلنية الخاصة يوم الخميس المقبل، وبين أن تصويت المجلس على الاتفاقية سيكون بعد رفع لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بهذا الشأن. نظر مجلس الأمة اليوم في جلسته العادية 6 طلبات مناقشة و4 رسائل واردة، وواصل مناقشة الخطاب الأميري قبل رفع الجلسة ليوم غد. من مجلس الأمة خالد الفارس الراي.